معنى مهم جدا اتعلمناه من علمائنا، وعلمائنا تعلموه من سنة سيدنا رسول الله، إن أصعب أنواع الحرمان اللي ممكن يعيشها بعض الصالحين إنه يكون مع الله لكنه حاسس إنه بعيد، يكون بيعمل عمل هو من صميم العبادة لكنه فاكر نفسه من كبار الغافلين، يظن إنه هو بعيد وهو قريب، يظن إنه هو غافل وهو ذاكر، يفتكر نفسه في لهو وهو في عبادة. بص، هو مع الله لكن في فكرة هو محجوب بيها عن ربنا. قصتي، يوم ما سألني من زمان أحد المتدينين: أنت بتشتغل كم ساعة؟ قلت له 8 ساعات. وبتنام كم ساعة؟ قلت له من 6 ل 8 ساعات. وبتعمل مشاوير قد إيه لأسرتك؟ قلت له ما يعني ممكن نص اليوم يروح في مشاوير للأسرة. فإذا بالنتيجة قال لي: أنت إنسان غافل، يومك كله ضايع في الدنيا، فين وقت ربنا؟ طبعا نتيجة الحوار دي كانت حالة من اليأس تحسسك أن أنت من أهل الدنيا وملكش في الآخرة نصيب. ويبدأ بقى إيه يجي في بالك آيات: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والحقيقة أن الكلام ده عكس سنة رسول الله وعكس مراد الله. فأنت في كامل المعية مع الله ما دمت بتعمل حاجة في مراد الله، شغلك مراد الله، نومك ده مراد الله، مشاوير أهلك ده مراد الله. لكن ساعات الإنسان بينقصه الشعور إنك تحس إنك في معية الله وإنت بتنفذ مراد ربنا سبحانه وتعالى. مش بس كده، ده العلماء قالوا لنا استشعروا المعية في جميع الأنشطة بأسماء معينة تناسب حالك. فاستشعر معية الولي الرزاق في العمل، واستشعر معية الرب اللطيف الميسر في تربيتك لعيالك، واستشعر معية الرشيد المعين وإنت بتذاكر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمارس الأنشطة الطبيعية البشرية اليومية، عشان كده بنى الحضارة، درجة أن المشركين اعترضوا وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يأكل الطعام، يمشي في الأسواق مع أصدقائه، بيتاجر، حياة طبيعية، لكنه كان في كامل الحضور مع الله. لدرجة أنك أنت، المعنى اللي هقوله ده كلام ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، لو أنت جوه العبادة وجالك فكرة برا العبادة اللي أنت بتعملها لكنها على مراد الله، ده لا ينقص من ثواب العبادة. أشرح لك. الإمام البخاري بوب في باب كده في الإمام البخاري، قال: باب الرجل يفكر في الشيء في الصلاة. قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فبيقول إيه بقى الإمام؟ بيقول: لأن قلبه اتسع لكلا الأمرين، الخشوع والتفكر في أمر من أمور الأمة. أنت بتصلي وبعدين أنت خاشع بين يدي الله، جت لك حاجة مرتبطة بواجب من الواجبات الشرعية اللي عليك، أهل بيتك أو أي حاجة. فبيقول لك إن ده لا يقدح في صلاتك إذا قدرت تجمع ما بين الخشوع وما بين الفكرة اللي جات لك، كما وقع، أكمل كلام ابن حجر، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر بالمدينة ثم سلم مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعة النبي، فلما رأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال: ذكرت شيئا من ذهب الصدقة كان عندنا. جوه الصلاة جات له فكرة أن في أموال صدقة عنده، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. واستدل العلماء به على أن التفكير في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة ولكنه لا يفسد الصلاة لا ينقص من كمال الصلاة. عايز أقول لك إيه بالكلام ده؟ عايز أقول لك أنت مع الله. ليش نقعد نتهم نفسنا كتير إن إحنا بعيد؟ العلماء بيقولوا كلمة جميلة جدا في معنى التحذير الإلهي: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. كان بيتكلم على معنى اللعب واللهو، قال لك: الذي يقبل على الباطل ويعرض عن الحق هذا هو اللعب واللهو. فالإقبال على الباطل لعب، والإعراض عن الحق لهو. فإذا مثلا الإنسان أقبل على الخمر وأقبل على السرقة، ده بيلعب في الدنيا، وإذا أعرض عن الصلاة ده بيلهو في الدنيا. وانت مش بتعمل كده، انت مع الله في شغلك اللي قاعد فيه نص يومك،
ما تتهمش نفسك بالغفلة، انت مع الله وانت نايم، ربنا خلقك بتنام، خش نام واستريح. المهم ان انت ما تفوتش صلاة الفجر، انت مع الله وانت قاعد مع العيال عمال تربي وتوجه، انت مع الله. لكن شيء مهم حتى تكون في كامل العبادة، ألا تضيع الأولويات. يعني ربك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلوات الخمسة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لدرجة أن سيدنا النبي دخل العبادة في الشهوة الحلال، قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان لما يجامع مراته حاجة حلال ودي لذة لكنها صدقة. قيل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بل نعم يا رسول الله. قال فكذلك إن وضعها في الحلال له بها أجر. فاحمد ربك إن ده دينك، واستشعر معية ربنا وقربه في كل جوانب حياتك المباحة اللي بتنفذ فيها مراد الله، لأنك هتتفاجئ إن وإنت حاسس بربنا في جوانب حياتك إن إيمانك بيزداد وتعلقك بربنا بيزداد، وإنت راجع من شغلك وإنت قايم من نومك حتى، لأنك كنت مع الله. فاللهم يا رب اجعلنا في كامل الحضور معك بكرة وعشية، في النوم واليقظة، وفي السر والعلانية.